ميسان، ضمن مساحتنا الصباحية رح نتوقف فيها عند البطولات. أكيد هو من أصر على تمثيل وطنه الأم سوريا في الماراثونات الدولية ورفع عالمه السوري في جميع المنافسات التي يشارك فيها. عم نحكي أكيد عن العداء والمغامر السوري العالمي عماد بركات ابن مدينة اللاذقية. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يعني حضرتك مثل ما ذكرت سالي ابن مدينة اللاذقية، كيف بلشت بداياتك كمغامر وكعداء؟ صباح الخير حماة الديار، صباح الخير سوريا الحبيبة الحضارة والتاريخ، صباح الخير للإخباري السوري لكم جميعا. كان تدريبي كان عمري شيء 8 سنين أو 9 سنين، وبلشنا شوي شوي بطولة مدارس سورية، بطولات الجمهورية، والحمد لله كان بشكل منظم من وقت طبعا ما كان عمرك سنين. طبعاً وبعدين سافرت صار لي مغترب شي 25 سنة، والحمد لله بلشت البطولات على مستوى عالي جدا. نعم، يعني شاركت بكثير من السباقات، من سباق الصحراء لمسافة 100 200 250 كيلومتر. شو المراكز اللي حصلت عليها؟ حصلت على مراكز كثير كثيرة. شاركت ببطولة العالم بالصحراء المغربية 250 كيلومتر، من أخطر السباقات بالعالم. طبعا كان درجة الحرارة 53، وشاركت بست سنوات في ماراثون صحراء دبي، صحراء سلطنة عمان. نعم. 165 كيلومتر، وأحرزت عدة مراكز متقدمة على مستوى عالي جدا. أول مرة شاركت طلعت مركز ثاني، والسنة اللي بعدها رابع، والسنة الثالثة الثاني، يعني 6 سنوات. وآخر سباق هلق سباق دبي العالمي، طبعا من أصعب السباقات بالعالم. كانت المسافة 50 كيلومتر، وحصلنا على مركز كثير كثير كويس، مركز ثالث على فئة 50 سنة. بس كان سباق صعب كثير وشاق جدا. طيب شو اللي دفع حضرتك انه انت تروح نحو هالمغامرة، نحو هذا الجري؟ يعني شو اللي خلاك تاخذ هاي المكان؟ والله ليكي، هاي السباقات صعبة كتير وما حدا بيحبها. انا بحب المغامرة، بحب الشيء الصعب، انا بعشقه يعني. نعم، يعني تمام. هلا قديش حلو انه الانسان يمثل بلده بصورة حضارية وصورة بطولية. يمكن دائما نحن واجهنا صعوبات كتير، ولكن الإبداع خلينا نقول السوري ظهر بالأزمة، يعني من خلال اغترابك برات بلدك سوريا، أنه حامل سوريا بقلبك. خلينا نحكي قديش مسؤوليتك كانت كبيرة. حتى العالم ساعة لبنان بحطوا جنبني. ايه اكيد اكيد، هذا الشيء لا خلاف عليه ولا خلاف على الشباب الوطني. بس خلينا نحكي قد ايه كانت مسؤوليتك كبيره تجاه وطنك. والله مسؤوليتي كبيره كثير كثير، وثاني شيء يعني حاربوني كثير كثير، وانا هلا طبعا يعني محارب كثير. وتصوري يعني 25 سنه وظيفه وعمل، دفعوا مصاري لحتى انه يعني شو بيسموه بالعربي، بسبب مواقفك يمكن الوطنية. طبعاً طبعاً، ودفعوا مصاري كتير. يعني مرة معلش إذا أحكي يعني بالعربي بيقولوا اللي بشربة هيك، دفعوا 100,000 يورو على أساس إنه سب البلد وما خلي شيء. قلت لهم بلدنا هي تاج راسنا، يعني ونحن رح نضل لحتى لو نموت بدنا نضل مع بلدنا يعني، ومع السيد الرئيس من الآخر يعني، وحماة الدياري وخلاص يعني. تحديات كتير يمكن بتواجهكم ضمن هاي المغامرات، شو أبرز التحديات يلي بتواجهكم؟ والله أنسي لأقلك على شغلة، نحن عم نقدم رسالة للعالم كله. في ناس ما بتعرف يعني، في واحد مثلا بيقول لي والله سوريا كذا، بقول له لك يا حبيبي هاي سوريا اللي حميتك وحمت العالم كله، ما بيعرفوا. بس لازم نحن نعلمهم، نحن السوريين لازم نعلمهم شو هي سوريا، شو هي حضارة. هي سوريا عمرها مئات السنين. بيجينا واحد عدم المؤاخذة بده يسخط والله الدولة بدقيقة، عرفتي كيف؟ بس لا الحمد لله يعني. يمكن رح يبلش يطلع هلا على الشاشة لمشاهدينا سباق الجبال، يمكن هلا رح نتحدث هلا عنه معك. شاركت بمغامرة خطرة جدا وهي الماراثون بالجبال، خلينا نحكي عن هيدا المشاركة. هلا يمكن عم يمرقوا الصور معنا لحضرتك، نحكي فيها.
بالترا ماراثون. نحن بنطلع في سباقات خطره كثير ولازم واحد ينتبه عليها كثير، بجبال الألب 3800 فوق سطح البحر. طبعا سباق مرعب جدا، واي غلط بتوقعي يعني بيسقط الانسان بيموت يعني الموت. طبعا نحن عم نشارك باسم سوريا بهالسباقات الخطيره جدا من سنوات. اول شيء بجبال الألب بلكنهوف باستراليا، بعدين في سباق ثاني كمان 60 كيلومتر بموزار بسالزبورغ. طبعا سباقات خطيره جدا جدا، وانا بعشقها كثير كثير، وعلى طول صاحبين هذا السباق بيدعوني كل سنه بروح بشارك فيه باسم بلدي. خضعت ايضا حضرتك لتدريب 260 الف كيلومتر، يعني تقريبا الدوران حول الارض 5 مرات. خلينا نحكي عن هذا التدريب، شو ماهيته؟ كيف بتخضعوا له؟ كيف تنظيم التدريب بيكون؟ هاي السباقات أنسي بده يكون يعني إذا ما عندك 5000 كيلومتر بالسنة ما فيك تخوضي هيك سباقات. يعني بالسنة لازم يكون عندك أقل شيء 5000 كيلومتر. يعني أنا خلال إقامتي بسلوفاكيا يعني شي 20 سنة 25 عندي هلق شي 250 هلأ لحد الآن وأكثر، يعني حول الكرة الأرضية يعني 5 مرات أنا لافة. يعني تمرين لازم يكون كل يوم، يعني اذا ما في تمرين كل يوم ما بتعدي هيك سباقات خطره جدا يعني. اكيد يعني هي السباقات تقريبا بدها قوه جسديه وبدها تعب وبدها انه الواحد يكون مثابر. قد ايه حضرتك بتحاول توفر وقت للتدريب بنهارك؟ والله انسي على طول بتعرفي دوام وشغل، يعني لازم اقل شيء 2-3 ساعات باليوم، وخاصه بالويك اند لازم يكون عندي 10 ساعات جري متواصل 10 ساعات. وثاني شيء هالسباقات هي رح انوه على شغله صغيره انسي، هالسباقات هي مكلفه جدا، وانا احيانا ما قادر اغطيها. يعني اقل سباق بكلف شيء 6000 يورو وبتعرفي يعني مكلف جدا. طبعا في ناس انا لازم اتشكرهم لانه هن عم يدعموني بالمغترب. في سياده اللواء موفق طبعا هو ما بيقصر معي نهائيا، على طول التذاكر الطياره بيبعثوا لي اياها من الاتحاد الرياضي. اكيد دائما الدعم الموجود تماما الاتحاد الرياضي العام. الاتحاد الرياضي، وفي ناس مغتربين كمان، انا كنت بدبي كمان في كابتن عادل فتاحي بوجه له تحيه، طبعا ما قصر نهائيا. وفي واحد بفرنسا كمان عم يدعمني لمده 25 سنه. الاخ والصديق يعرب صباح طبعا ما قال عن الناس لازم نذكرها لانه ما قصر معي. تعرفي أنسي سالي سباقات مكلفة جدا. صحيح، ولكن الدعم إن شاء الله يا رب لهيك بطولات موجود، وإن شاء الله بتلاقي دعم أكبر وأكبر. عم تستعد لحدث عالمي هو الركض من سلوفاكيا لسوريا مسافة 3700 كيلومتر، كيف التحضيرات؟ والله التحضيرات أنا جاهز جدا، بس في هالحدث العالمي حدث ما صار بالدنيا كلها، راح ساوي بإذن الله، بس هذا الحدث بده دعم أنا ما قادر عليه يعني. إن شاء الله يا رب. بتمنى أنا من الشركات من رجال الأعمال من الوزراء، يعني أنا ما بدي شيء نهائيا، أنا بدي ساوي هالحدث للجيش العربي السوري وللسيد الرئيس ولكل إنسان شريف بهذا البلد. راح أعمل هالمغامرة هدية للشعب السوري كله وللسيد الرئيس حفظه الله، أعظم رئيس بالعالم. بس في شغلة راح أنبه عليها إذا بتريدوا معلش. تفضل. في عندنا رئيس سلوفاكيا بتعرفي ساكن صوب بيتي، يعني عم يقول لي جارك جاري عندنا بتعرفي عندنا يعني عادي يعني جدا يعني محترم إنسان رائع، وإجى على سوريا من شيء 7-8 سنين. قال لي كابتن عماد أنا أجيت على سوريا من شيء 7-8 سنين وقابلت السيد الرئيس. قال لي هذا الرئيس أعظم رئيس في العالم، يا سوريين بالعربي يا سوريين حافظوا على هذا الرئيس. فعلا رئيس سوري واحد سلوفاكي، رئيس سلوفاكي قال لي حافظوا على هذا الرئيس العظيم. نعم. يعني سيد عماد مشان نعرف تفاصيل الركض من سلوفاكيا لسوريا قديش رح يكون تقريبا، رح ياخذ وقت قديش؟ محتاج مثل ما ذكرت حضرتك لدعم، في وقفات معينه رح تكون باي مناطق؟
يعني طبعًا عامل خطة حضرتك؟ طبعاً عامل خطة، طبعاً السباق لازم جري كل يوم شيء مثلاً 50 كيلو 60 كيلو 70 كيلو ممكن 30 كيلو حسب الطقس. وثاني شيء بدي يكون معك سيارة فيها كرفان، فيها دكتور، فيها شوفير، فيها ناس تساعدني، لأنه أنا بدي تصور بدي أركض مثلاً من الصبح للمساء، المساء بدي أوقف، بدي أكل، بدي تعرفي بدك ترتاحي لثاني يوم مشان تنطلقي. طبعا هي بدها سياره يكون فيها منامه، بده يكون فيها دكتوري صار شيء معي على الطريق مثلا، بدي شوفير يساعدني بال عرفتي كيف، يعني عده امور يمكن بتتطلب مثل خلينا نقول اخذ الحيطه والحذر في حاله اي شيء صار ان شاء الله لا سمح الله تماما لا ما يصير شيء. لا ما راح يصير شيء ان شاء الله. فينا نحكي عن عمرك؟ عمري 56 سنه. تمام يعني عمرك كفي هلا بعد كم شهر 56 ما شاء الله العمر كله. يعني رغم هالعمر حضرتك انه مستمر، انه لا يعني ما في شيء بيوقف الواحد عن الجري، عن المغامره، عن انه هو طاقه الجسد تبعه انه تضل موجوده من خلال التدريب والتمرين. انسي الكريمه، ما في احلى من الرياضه. انا بتمنى لكل انسان، يعني هاي الرياضه مثل الليك بسموه الدواء للجسم، يعني الدواء للجسم، ما في احلى من الرياضه. رياضه حضاره، يعني في شغله بهالدنيا، إذا بالبلد في رياضة معناتها البلد فيها حضارة. أكيد. يعني الواحد يعني الرياضة شغلة عظيمة جدا. عن جد الرياضة حياته. يمكن أنت محافظ على قوتك البدنية من خلال ممارستك للرياضة للجري حتى يعني لهذا العمر وصلت ولسه ما شاء الله يعني محافظ على القوة البدنية لإلك. ناوي تدخل جينيس؟ والله ان شاء الله، بس بتعرفي انسي سالي هي بدها دعم، بدها يعني شو بيقولوا عمله، يعني بدها مصاري. بدها مصاري. تمام اكيد اي شيء بده مصاري. ولكن يعني هيدا الطموح بانه نحن موجود، يعني موجود نوصل للعالميه. مظبوط، ما في بشكل موجود، يعني موجود وان شاء الله، يعني اذا ان شاء الله بلشت بهذا الحدث من سلوفاكيا على سوريا لعندكم لهون بتكون النهاية إن شاء الله. على استوديو وعبيت السيد الرئيس، لأنه هذا الحدث للسيد الرئيس، لأنه هذا الرئيس هو اللي حمى هالبلد. هو والجيش العربي السوري، يعني أنا بتمنى إنه يساعدوني يعني الدعم من أجل هذا الحدث العالمي. خلي الدنيا. عم تتواصل حضرتك مع الاتحاد الرياضي؟ والله عم نتواصل طبعا، عم نتواصل مع الاتحاد، بس بتمنى إنه يعني لأنه هذا الحدث مكلف كثير، يعني مكلف شوي، يعني ناطرين لنشوف شو انه حدا انه يعني شو اكثر المواقف هيك المميزه يلي مريت فيها خلال المسابقات المغامرات يلي قمت فيها، كنت تحس انه ضلت هيك طابع فينا نقول حتى لو كان مهضوم احيانا، حتى لو كان متعب احيانا؟ والله من شي شهرين عندنا بطولة العالم بالماراثون، هي ثاني اقدم ماراثون بالعالم عندنا المدينة اللي عايش فيها. عمر السباق 94 سنة، ماراثون على مستوى العالم. بقى انا كل ما بنزل بهالسباق بيكون معي العلم السوري وعليه صورة السيد الرئيس، هاي اهم شيء. نعم اكيد. في وزير عندنا رئيس الوزراء عم بيتفرج معي كل سنة، عم يشوفني يعني كل سنة، العمى هذا شو يعني علم وعلم السوري وكذا هيك. والله قال لي ممكن حكيك كلمة؟ قلت له تفضل. والله العظيم قال لي كل هالعالم اللي بسلوفاكيا وبكذا، يعني عفوا ضد البلد وكذا، وانت طالع لي حامل لي. قلت له كل اكيد هذا حب الوطن يلي حامله الكلام يعني بقلبك. لا نعم. تماما احنا فهمانين عليك الفكره كثير صح. يعني قلت له عفوا، يعني كل هالناس هي باعت البلد وباعت الوطن. اكيد. واسالني لابي نحن عن جد نحن كثير بنفتخر بي. قال لي انا بنحني لك وفعلا انت شخص سوري بيعمل انجاز. اكيد. هلا انا يعني بذكر الحادثه هي وبيقدر يعمل بصمه له. صحيح. كشخص سوري، وان شاء الله بتقدر تحقق طموحك بالنزلة من سلوفاكيا إلى سوريا بالمغامرة تبعيتك، وإن شاء الله هيك بتقدر تحقق كل شيء بدك. يعني شكرا كثير لوجودك معنا اليوم. شكرا لكم أنسي سالي وأنسي، شكرا لكم. شكرا كثير لك، يعني كنت معنا وتحدثنا كثير، وإن شاء الله يا رب بنكون معك أيضا بحلقات قادمة بعد هالحدث العالمي. نورت صباحنا وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير سوريا الحبيبي، حماة الديار. الله يسلمك.